في كل أحوالي، أنا ماضي في حكمك وعدلي في قضاءك، وحسبي أنت وكيلي وكيلي، بتمنى بس رضاك. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم والدنيا بخير. أصلها مش علاقة اتفرضت علينا، ولا بنتولد ونلاقيها إجبارية. بنختار أشخاص يكملوا معانا مشوار حياتنا بكامل اختيارنا وقوانا العقلية. حياة ما تخصناش لوحدنا، لكن علاقة بنبدأ بيها عيلة وحياة أسرية. والعلاقة الزوجية الناجحة ليها معايير ومواصفات نقدر نقول عليها دستور الحياة الزوجية. يا ترى إيه هي المعايير دي والأسس اللي من خلالها تنجح علاقتنا الزوجية؟ تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخة ويدا عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أي حاجة في الدنيا ليها أساس سليم بتبقى متينة وصلبة وقوية. أي حاجة في الدنيا الأساس بتاعها فيه خلل بتبقى معرضة للانهيار. خلينا نتكلم عن الأسس السليمة اللي تخلي علاقتنا الزوجية علاقة قوية ما يهزهاش أي حاجة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحقيقة الأيام دي، ويمكن برضو نقول أيام قادمة، دائما مع المواسم كتير قوي بيحدث خلافات في الأسرة. خلافات بسبب يمكن نقول الشائع الآن يعني قوي وكتير قوي منتشر، المصاريف مثلا. احنا نجيب ايه؟ احنا نشتري ايه؟ غياب لغة الحوار الصحيح بين الزوجين هي اول شيء يسبب المشكلة الأسرية. ان مفيش، انت حضرتك في المقدمة بتقولي دستور الحياة الزوجية. هي فعلا الحياة الزوجية عاملة زي يعني هو مؤسسة صغيرة، هذه المؤسسة لابد يكون ليها لوائح، دستور تمشي عليه. لو الدستور ده ما تطبقش داخل الأسرة لابد تلاقي فيه انهيار طبعا. ليه؟ محدش عارف. ما هو كون ان ما نطبقش اللائحة اللي في الأسرة، يبقى محدش فينا يعرف اللي ليه واللي عليه. وهنا يبتدي يحصل الجفاء الأسري، يحدث جفاء المشاعر، يحدث عدم التواصل، تحدث المشكلات الأسرية اللي بتؤدي ربما مع قلة التفكير في العواقب إلى الانفصال. وخطر الانفصال يعظم، هو عظيم أصلا الانفصال بين الزوجين، شيء خطير، ولكن خطره يعظم عندما يكون فيه أولاد طبعا. لذلك احنا محتاجين دائما الأسرة يكون فيها نوع من التواصل الدائم. التواصل الدائم ده أساس يعني لقتل المشكلة من أولها. أي مشكلة هتظهر لو في تواصل بين الزوجين وفيه تفاهم دون علو صوت، دون ترك رأي الآخر. ما ينفعش أصلا لما يكون في مشكلة الزوج ينفرد بالحل إلا لو كان الأمر خاص به هو، ولكن دائما المشاركة في اتخاذ القرار بين الزوجين ده أساس يؤدي إلى استقرار الأسرة. يشعر الزوجة أني أنا ليا دور في الأسرة، أني أنا مش مهملة، أن القرارات كلها مش بيد الزوج، لا ده كمان بيشاركني معاه في اتخاذ القرار. مجرد المشاركة في اتخاذ القرار ده بيدي للزوجة نوع من الثقة بالنفس، نوع من هي لا ده أنا مسؤولة في الأسرة زي زيه، ده أنا مشاركة معاه، ده هو ما بيهملش رأيي. لذلك بنلاقي بعض الأزواج ياخد كل قراراته في كل شيء والزوجة لا تعلم شيئا. كتير قوي من الزوجات يشتكين من هذا، ان هم ما لهمش دعوة، ما يعرفوش تفاصيل اي حاجة، ما تعرفش اي حاجة في اي حاجة، حتى ربما كمان يعني ما يتعلق بالأولاد ما تقدرش تتدخل. فده خطأ يعني، ده مش يعني الآن في زماننا الآن، لا احنا محتاجين ليه؟ لأن العقول تختلف عن قديم. زمان كنت تلاقي العقل، عقل الرجل أرجح ودماغه أوسع، الزوجة كانت عقلها ناضج وإلا لم تكن متعلمة
صحيح. كان ممكن تلاقي ست مش متعلمة، ست أمية بس عندها حكمة. بالضبط، عندها حكمة في إدارة البيت. يبقى هو طول النهار بره، ربما في الحقل بتاعه، ولا ربما في الوظيفة البسيطة بتاعته، وهي قادرة تلم كل حاجة. بالضبط، تقود الأولاد، وكانت تطلع أطباء وتطلع مهندسين وتطلع علماء وهي ست أمية. الله، هو إيه اللي حصل دلوقتي؟ ده دلوقتي تلاقيها متعلمة معها أعلى الشهادات، معلش، ولو دورنا في أبنائها نلاقي خلل. مفيش تربية، ربما تجد ملا يعني يلتزمون حتى أخلاقيا، اللي بيشرب مخدرات. الله، هو إيه اللي بيحصل؟ هل ده بيبقى إهمال نتيجة مثلا إن هي بتشتغل وهو بيشتغل، نتيجة إن هي عندها أمورها الخاصة بيها اللي شغلاها فمشغولة عن الأولاد؟ أنت عارف أنت ولو إن إحنا برضو بنلاقي أسر عظيم متفرغين لأولادهم وبرضو بيقعوا في المشاكل. أنت عارف حضرتك سبب الوقوع في المشاكل، السبب الأول هو عدم التواصل الأسري، عدم تفقد الأب للأبناء، عدم تفقد الأب لأحوال الزوجة وهي مشغولة بنفسها أو مشغولة بالأولاد من جانب وهو مشغول عنهم من جانب آخر. مش عايزين كده. أنت عارف التواصل الأسري محتاج ساعة يوميا. لو الأب والأسرة تلموا ساعة، حس إن في ترابط. بالضبط. إحنا دلوقتي إحنا لما بندخل، هل ممكن نقول لو قلنا كده إحصائية، مين بيجمع أولاده يوميا لمدة ساعة ويتكلم معاه؟ مفيش. الله. بس حتى مين؟ اللي إحنا تربينا عليه زمان إنه الغدا ليه ميعاد، وإننا كلنا بنتلم على سفرة واحدة أو بنفطر مع بعض أو بنتعشى مع بعض أيا كان. بالضبط. ما بقاش موجود. ده كان زمان، مجرد اللمة دي كانت بتحدث أثر في النفس. طبعا. يحسسني إن أنا ده أنا مرتبط بأبويا، مرتبط بالشخص اللي قدامي، أخاف أعمل أي حاجة غلط عشان هقعد معاه على طبلية واحدة هيبص لي نظرة لوم. إنما دلوقتي يكاد يكون لما تدخل البيت كل واحد في ركن من الأركان، إما في غرفته وقاعد ماسك تليفونه، ده أحيانا يقعد يمسك تليفونه بالساعات وما يقعدش مع أبوه ربع ساعة ولا نص ساعة، وأحيانا الأب ينشغل بالساعات مع أصدقائه وما يقعدش مع أولاده نص ساعة. صحيح. طب منين؟ يبقى احنا هنا لما نلاقي الولد شرد والبنت اتخذت طريق معوج والزوجة مش عارف نفرة من الحياة وحاسة بالملل، ما هو ده لازم احنا اللي عملناه في نفسنا. لذلك نشأة الانفكاك الأسري أساسه إن الزوجين مش عارفين يعيشوا إزاي مع بعض، مش عارفين المهمة بتاعتهم، كل واحد مفكر إن الحياة الزوجية خلاص إحنا اتجوزنا وأنجبنا العيلين خلاص كل واحد بقى في حاله بعد كده. لا، ده هي رسالة، طالما بدأت الرسالة انهيها بطريقة صحيحة لحد ما تودي أولادك إلى بر الأمان، إن كانت بنت تذهب إلى بيت زوجها بأخلاق وتربية طيبة، إن كان ولد يعيش لحد ما يكون أسرة بأخلاق وتربية طيبة. أما إن إحنا نهمل وكل مقصد الأب هو بناء الجسد، هي دي المصيبة اللي إحنا تقريبا واقعين فيها. هي التربية مش أكل وشرب ومصاريف. لحد ما تركنا أمور كتير قوي من أخلاقنا وأصبحت الأسرة تأتي وتنهار من داخلها بسبب ان احنا لا نتفقد ولا نتواصل مع افراد الاسره. طيب الحاجات الاساسيه اللي نحطها قبل ما ندخل مرحله الجواز وبناء بيت واسره، ايه الحاجات المقبوله والحاجات اللي مش مقبوله؟ شوفي حضرتك، لما كل واحد فينا يعرف اللي عليه من المسؤوليات هيقدر يعرف ايه المقبول يعمله وايه اللي مش مقبول يعمله. هي اساسا انت تعرف انت ايه دورك في الاسره، انت كاب دورك ايه، حتى لو انت زوج بلاش اب مفيش اولاد، خلينا في مرحله الخطوبه. الخطوبه انت في مرحله الخطوبه لابد ان احنا نعرف ان الحياه لما بتبدا بالخطوبه كل تقريبا مرحله لها طعم اخر او لها طعم يختلف عن اللي قبلها. مرحله الخطوبه هي مرحله ما حدش فينا يقدر يظهر خطأه للآخر. البخيل بيظهر إنه كريم. والغضوب واللي سريع الغضب بيظهر إنه رقيق وجميل. واللي مش عارف يظهر إنه لا ده حاجة جميلة الله. فمتظهرش. وهي لو في حاجات مش عاجباها تقول لك بعد الجواز هيتغير. وده خطأ كبير. إن إحنا عايزين فترة الخطوبة لا، اتعاملوا بأريحية، إحنا بتروح بيتهم، اتكلموا عادي، اتناقشوا. اختلفوا. على فكرة الاختلاف أحيانا بيؤدي إلى خروج ما عند الإنسان من نقاط ضعف ممكن أعالجها في الأول.
مش انا قاعدين كده نتكلم كلام جميل فقط ومفيش ابدا اي نقاش يبين مدى القصور في عقل الزوج ولا مدى القصور في عقل اللي هتبقى زوجة في يوم من الايام. فلذلك دي مرحلة، مرحلة كتب الكتاب هي مرحلة بتبتدي تظهر بعض الاشياء لان بيحصل تقارب شوية، فبتبدأ بعض العيوب تظهر، ودي برضو مشكلة اللي احنا اخفيناه بدأ يظهر، وتيجي تقول لك ده انا اكتشفت ان هو مش عارف ايه، ده انا اكتشفت ان هي مش عارف عصبية. الله، طب ما كان من الاول، ما احنا لازم زي ما نقول كده كتاب مفتوح قدام بعض علشان نقدر نعالج كل حاجة من الاول، ودي مهمة جدا. لذلك في بعض الاماكن، وده مهم قوي، في حاجة اسمها التأهيل للحياة الزوجية، يفهموا هم داخلين على ايه بالضبط، وبعض الاماكن بتدي محاضرات في هذا. يجمع اللي داخل على الحياة الزوجية وعلى فكرة دار الافتاء لها دور كبير في هذا، وتقريبا من اول المؤسسات اللي بدأت تقول لا احنا هنعمل حاجة اسمها التأهيل الزواجي. التأهيل الزواجي يعني ان احنا هنجمع المقبلين على الزواج وياخدوا محاضرات، وفعلا دي بتجيب نتيجة. ليه؟ لان اللي بيلقي المحاضرات اما متخصص في الطب النفسي او اما يكون شيخ عاش المشاكل اللي بتأتي في دار الافتاء. فلذلك بيقعد يبين ايه نقاط الضعف اللي ممكن تؤدي الى احداث الخلل. اصعب حاجة جات لك ايه يا شيخ هوية؟ الاسري. هو الحقيقة المشاكل، اغرب حاجة يعني. المشاكل كتير قوي، ولكن المشكلة الاساسية اللي بتقوض من الاسرة هي بخل الزوج والكذب. الزوج لما بيكون كذاب الزوجة بتقلق طبعا، بيبقى الزوجة لما تكون لما بتكون مش صادقة في كلامها بيزعج الزوج. اصل اللي بيكذب بيبقى بيعمل حاجة غلط بالظبط. فلذلك بلاقي كتير جدا بيأتي الزوجة ممكن تقول انا اكتشفت انه بخيل، والزوج يقول انا لقيتها بتكذب كتير. الامر الثالث وده خطير قوي هو كشف الاسرار. ده بيألم الزوج، يحكوا انه يحكوا انه هو يكون مش عايز حد يعرف اسرار بيته وهي تطلع الاسرار، او هي تحب تكتم على بيتها وما تقولش اسرارها حتى لاهلها، وهو ما شاء الله يعني على طول مطلع اسرار البيت عند بتبقى مشكله كبيره جدا. مشكله رابعه وبتاتي ودي مهمه قوي هي مساله عدم الانسلاخ من يعني تبعية الأب والأم. مش بقول ترك الأب والأم أو خصام الأب والأم، ولكن أني أنا ما يكونش عندي شخصية مستقلة في اتخاذ قرار أسرتي إلا بتدخل أبويا وأمي. دي أكبر حاجة بتخلي الزوجة تفقد الثقة تماما في الإنسان اللي عايشة معاه. نعم. طيب ناخد التليفون ونكمل. مدام نادية، مدام نادية اتفضلي. ألو مدام نادية معانا؟ طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب لو حضرتك قلت نصيحة للزوج قبل الجواز تقول له ايه؟ ولو قلت نصيحة للزوجة تقول لها ايه؟ نصيحة للزوج قبل الزواج، اعلم انك لن تأخذ امرأة كاملة في كل شيء، فرض بما قسم الله لك. لا تنتظر انك تلاقي انسانة يعني في كل شيء 100%، ده مستحيل. مفيش حد كامل، مفيش حد كامل، لابد انك تلاقي جوانب نقص. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بينها في حديث جميل قوي لو تفكرنا في معناه، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني ما يكرهش ما يبغضش، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. لاحظنا كده، خلق يكرهه، خلق يرضى عنه، كانها 50% ممكن حياتها يعني فيها الحلو والوحش بالضبط، يعني لو نص ونص 50 و50 زي الفل، والحياه ممكن تستمر. مش انا اول ما الاقيها امينه والاقيها محافظه على اسمي والاقيها انسانه قايمه بشاني، ولكن ممكن اهملت في شيء، ما امشي بقى المعارف انسى كل حاجه وما اشوفش غير العيب. بالضبط. اكبر خطا ان احنا نقف قدام القصور او الشيء الخطا الواحد ونعظم فيه قوي. ليه؟ لان كتير قوي هقول لحضرتك، كتير قوي تقول لك انا هطلق منه عشان مش عارف ايه، اهني مثلا، وسبحان الله ويحدث بعد النصيحه وتروح تتجوز واحد، سبحان الله اللي تتجوزه
يهينها اكتر اكتر واكتر. الله، طب ما انت كنت بتقول ده انا كنت عايشه الاول ما احسن، طب ايه اللي جبرك تقول ما انا مش معقول هفشل مره تانية وتضطر انها تعيش؟ ففي زوجات كده بتتحامل عن سفائية، لو من الاول تقبلت الزوج على العيب اللي فيه ونحاول نقوم ونحاول نصلح، لو هو تقبل الزوج على العيوب اللي فيها ونحاول نصلح، ده شيء طب جميل. ايه العيب قبل ما ندخل بقى في الزوج؟ نعم، ايه العيوب اللي الزوج لو لقاها في العروسه او في الزوجه ما يكملش او ما يقبلش بيها؟ هي ديت مساله نسبيه، مش مساله يعني، في ناس ممكن تقبل اشياء وناس لا تقبل اشياء، يعني في حاجات ولكن صعب ان حد يقبلها، مثلا الامور الاخلاقيه، الـ 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 احنا الاهانه، عدم احترام. نعم، الزوج بالضبط، الصوت العالي، السب، الاهانات زي ما حضرتك بتقولي، عدم صيانه الزوج في غيابه، الامور الاخلاقيه الخطيره الشديده اللي احنا كلنا كشرقيين هنقول كشرقيين لا نقبلها، ما بنقبلهاش، ديت الامور الصعبه يعني. يقول لك انا اقبل منها اي حاجه مثلا الا الامور المتعلقه ب كرامه الزوج بالضبط، ما يتعلق واحترامها ليه بالضبط، كل ما يهز كرامه الرجل لابد ان تتجنبه المراه. زي لما بيجي يقول لي ده هي معلش بتعامل مثلا اختي بطريقه وحشه، اقول له ولكن صاينه اسمك ومحافظه عليك وقايمه ببيتك، معلش يبقى اذا الامر ده نحاول نتدخل للاصلاح بينهم، ده هي مش عارف صوتها عالي شويه، اقول له بس راضيه بالعيشه وصاينه اسمك وبتربي اولادك. الله، زيك سيدنا عمر لما الراجل قرب من البيت رايح يشكي مراته لسيدنا عمر رضي الله عنه، فسمع صوتها عالي، لا زوجة سيدنا عمر صوتها عالي يعني، حتى لما مرة بتعلي صوتها يعني قال لها ما تراجعنيش، قالت له ما ارجعكش ازاي؟ اذا كان طول النهار زوجات النبي عمالين يراجعوا فيه وبنتك صوتها بيعلو برضه، يبقى انت مش عارف. فهو استغرب، معقوله ده؟ وفعلا سيدنا النبي كان يعني بيعلمنا بان الانسان مكون من لحم ودم، احيانا ممكن انت مش صوتك بيعلى وتغضب، طب ليه لما الزوجه تغضب ما اقبلش منها الغضب؟ بس مش في طالما كل... مش في طالما في حدود، طالما في حدود احترام شان الزوج، احنا مش بنقول للزوجه علي صوتك، احنا قلنا يعني كلما كانت يعني المناقشه بهدوء خاصه من الزوجه مهما كان صوتها ما يعلاش، ولكن هنفرض حصل، الله، ما هي انسان غصب عنه احيانا، ما انت احيانا الانسان في ساعه الغضب بيفعل افاعيل ويرجع يندم عليه. الله، سيدنا موسى في ساعه الغضب عمل ايه؟ سيدنا موسى في ساعه الغضب امسك بلحيه سيدنا هارون وهو نبي من الانبياء، شده من لحيته وعمل ايه؟ مسك الالواح اللي كاتب فيها التوراه اللي كاتب فيها كلام الله، ومن الغضب راح رميها. تخيل انت لما واحد مثلا في ساعه الغضب وهو بدون ما يشعر القى حاجه مثلا محترمه او كتاب علمي او في ورقه فيها قران، الغضب ممكن يسيطر على الانسان. لذلك القران الكريم يقول فلما سكت عن موسى الغضب، وكان الغضب ده بيسيطر على الانسان وكانه حاجه كده تمكنت منه تماما. ما هو ده يا جماعه بيشترك فيه الرجل والمراه، يبقى اذا برضو اذا ما غضبت المراه في لحظه، وده بيبقى برضو الانسان يتحمل لان غضب، لانه بتبقى يعني مره، لكن نعم، مش هو ده الاساس بتاع الحياه. بنقول نعم، مش هو ده، انت حضرتك بتدافعي يعني، انت جايه مع الجانب الثاني خالص يعني، انت مش قابله يعني. لا انا مع الحق، الست تنفس لا عن نفسها. لا 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 والله ما اقصد كده، لا احنا كلنا بشر، انا ده قصدي، وكلنا ممكن نقبل منها. انا اقصد انه ما يبقاش دي السمه الاساسيه يعني، في بعض الستات اللي بتبقى هي اللي عايزه تتحكم في كل شيء، عايزه هي يبقى الراي رايها، بنقول كده هي اللي سايقه الدنيا شويه. لا دي خلي بالك، غالبا البيت بيفشل، الا ان الزوج بقى يسلم لها الزمام تماما، تبقى حاجه من الاثنين، وهياثر على اولادها، يتربت في بيت الام فيه بنفس الطريقه، يتربت في بيت الام مغلوبه على امرها زياده عن اللزوم فهي بتعمل العكس. طيب ناخد التليفون. رنا، الو، اهلا بيكي يا رنا، اتفضلي. اهلا بحضرتك. لو سمحت انا عايزه اكلم الشيخ بعد اذنك. اتفضلي. حضرتك، انا تقدم لي يعني، انا متجوزه وعندي طفل عنده 6 شهور.
انا ابني انا جوزي اتقدم لي وقال ان هو معاه شهاده دبلوم تمام، ومعاه يعني معاه عنده سهم في الشركه وعنده وان هو يكمل ومفتوح والكلام ده. فالمهم هو يعني جامعه مفتوحه وكده. المهم ان احنا مشينا الجوازه وكل حاجه، اكتشفت ان انا بعد ما اتجوزت وكنت حامل ان هو معهوش اصلا الاعداديه. طب وانتوا ازاي يعني ما بتتاكدوش من الكلام اللي هو بيقوله؟ ما هو كان جاي لي عن طريق ناس قرايبي وثقه وكويس ومش عارف ايه، وما سالناش. هو من القاهره وانا قاعده في المنصوره. تمام. وانتي معاكي ايه؟ انت شهادتك ايه؟ انا معايا بكالوريوس خدمه اجتماعيه، تمام، ومعايا دراسات عليا في التخاطب وتربيه خاصه يعني. تمام. تمام. وبعدين هو اصلا في طريقته شحيح في المصاريف، بيصرف على القد يعني، ممكن يصرف مره والتانيه لا. ما يعني مثلا لو ابنه تعب ما يسألش، لو انا اقول له مثلا ابنك تعبان كل شويه عشان يوديه للدكتور. كذا مره بقى اكتشف من رابع شهر جواز ان هو كلم، الاقي محادثات ما بينه وما بين بنات على التليفون، وقعدت اخوه اهله وبرده ما قالوش يعني، قالوا سامحيه وهيتغير ومش عارف ايه وسامحته. الموضوع بعدها باربع شهور تاني اتكرر تاني على بنات تانيه. طب انا عايزه اسالك سؤال، انتي اتخطبتي قد ايه؟ انا خطبني 4 شهور، 4 سنين. في ال4 سنين ما كانش بيجي لي كتير، بحجه ان هو شغله ما كانش بيفضى ومش عارف وبيسافر كتير والكلام ده. 4 سنين ما كنتش بعرف انا افهمه، بحس لان هو ما كانش بيجي لي كتير. فاحنا واخدينه من ثقه من ناس نعرفهم، فعشان كده احنا ماشيين الجوازه. وانتي اثناء ال4 سنين دول مفيش اي حاجه يعني؟ ما عرفت كذا مره ان هو بيكلم واحده وسبت وفسخنا الخطوبه، ورجع اعتذر لي وقال لي اخر مره والله العظيم وبعد الجواز حاجه تانية وهتغير ومش هتغير، وسامحته بصراحه سامحته. طب يا رنا ممكن استاذنك خليكي معانا على الخط، هنطلع فاصل وهنرجع نسمعك ونكمل بعد الفاصل. هروح فاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مره تانية. معنا النهارده فضيله الشيخ عويض عثمان امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. نكمل مع رانا. اتفضلي يا رانا، اتفضلي احنا معاكي. ايه بقول لحضرتك، وكمان هو دلوقتي حاليا هو معاه الاعداديه، فهو طبعا معهوش موقفه من الجيش، فهو لا عارف يشتغل في شغل. اكتشفتي ازاي بقى انه موضوع شهادته؟ انا موضوع الشهاده ده عرفت وانا حامل بالصدفه. هو بيقول بالصدفه يعني، هو قال في الكلام في الصدفه غصب عنه من غير ما ياخد باله يعني. وقع بالكلام كده ان هو معهوش شهاده، وطبعا موقفه من الجيش معهوش موقف من الجيش، فهو دلوقتي ما يعرفش لا عارف يشتغل حاجه ولا عارف حتى يسافر بره ولا عارف اي حاجه، مش عارف يشتغل غير سواق. فانا دلوقتي مستقبلي انا مش ضامنه، انا طبعا ده حاجه بعلم يعني حاجه بتاعت ربنا، بس انا ده مستقبله مع مستقبلي انا وابني معاه مش مضمون، غير ان هو مش حنان عليا، غير ان انا اكتشفت من قريب ان هو بيشرب، لقيت ازازه خمره في الدولاب. هو ما بيصليش، انا كنت غضبانه عند ماما 5 شهور ورجعت لقيت ازازه خمره في الدولاب، على اساس ان انا برضو بسبب موضوع البنات برضو بكتشف على طول، بيكلم بنات وما بيتغيرش، بيقول هتغير. غضبت ورجيت برضو على اساس ان هو يتغير، رجعت لقيت في خمره في الدولاب، وبرضو بعد ما رجعت برضو بثلاث اربع ايام لقيت محادثات ما بينه وبين بنات برضو مستمره، المحادثات مستمره برضو. والكلام يا فضيله الشيخ يعني، مع يعني انا اسفه يعني، مش كلام عادي، كلام مش محترم. تمام. ومش شايف حقوقه في حقوقي الزوجيه في بيتي، مش شايفها كزوج في كل حاجه، مصاريف كزوج مش شايفه منه حنيه ولا شايفه منه اي حاجه. طب انت سؤالك ايه يا رانا؟ انا دلوقتي واقفه على الطلاق، انا عايزه اعرف دلوقتي حكم الدين ايه في موضوعي ده، عشان مبقاش لا ظلمته ولا ظلمت نفسي ولا ظلمت ابني. حاضر. عشان براعي ربنا. حاضر. حكم الدين في ايه؟ في الوضع اللي هي فيه. طب احنا معانا تليفون تاني ناخده ولا نجاوب الاول؟ نجاوب الاول. طيب طبعا راي حضرتك هي ايه؟ رنا واقعه في مشكله اطرافها كتير قوي، مشكله مجتمعه عليها الحقيقه. سيبني من حته التعليم ديت، كتير قوي ممكن يبقى الزوجه اكثر تعليما من الرجل، ولكن الرجل صينها وعنده صنعه ويقدر يقوم بيها، ويعني مأمن لها حياتها وانسان كريم وكويس معاها، خلاص ما فيش فيها اي مشكله خالص. بس في الاغلبيه بتعمل مشكله كبيره. بتعمل مشكله؟ لا، هي بتعمل مشكله من المرأه
لو هي وقفت عندها ونظرت له نظرة الدنية ومشكلة منه هو لو هو حاسس بالنقص وحاسس ان هي اعلى منه. انما لا، شفنا حالات اللي حضرتك بتقولي عليها، وشفنا حالات معدية كويس وهو محترم فيها هذا وفرحان بها ان هي تعليمها ده انعكس على الاولاد وان هي قايمة بالاولاد في مراحل التعليم وبتخلي بالها منهم، ده كويس. ولكن هو للأسف هو ما صانش النعمة، يعني ما هو اولا مسألة الشغل، مسألة انه ما خلصش كمان جيشه، وديت كان المفروض وكذب. الأسرة كانت تخلي بالها طبعا. ما ينفعش احنا في وقت دلوقتي لما حد يتقدم لبنتك لابد انك تسأل عنه، هي بتقول قرايبنا ايه، ممكن يبقى مناسب لقرايبكم بس مش مناسب ليكوا، فده المشكلة. فالوقت حضرتك هتاخد القرار، وبعدين كمان امور اخلاقية هي مش متحملاها. فانا عايز اقول لها لو امور التعليم نتحملها، ولو هو عنده انسان يقدر يقوم باعباء الاسره، ولكن ده كمان في امور اخلاقيه كمان هو مش قادر يترك الامور المحرمه، وكمان بيشرب خمره زي ما بتقول وجت، يعني امور كتيره جدا الحقيقه محتاجه اصلاح فيه. هل انت تقدري تعيشي على هذا الوضع او ما تقدريش؟ اللي ياخد دايما قرار اقدر او ما اقدرش هي صاحبه الامر. بس هي كده ظالمه؟ لا، ولا مش ظالمه، يعني بمعنى لو قالت انا هتطلق خلاص بقى ده قرارك، يعني هتاخدي ذنب؟ لا مش هتاخدي ذنب، لان ده عقد حسب ما انت قادره تتحملي الحياه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، خلاص انا مش قادره اتحمل المشاكل المركبه ديت، يبقى خلاص اخد الحق نفسي وربنا يعيني على ابني. قادره اتحمل واصلح منه يبقى ده شيء جميل طبعا. الفتور والملل اللي بيحصل في العلاقه بين الزوج والزوجه، نعم، اسبابه الاساسيه ممكن تكون ايه؟ الملل الزوجي بيسموه اسم صعب قوي. الخرس الزوجي؟ لا، ده بيسموه الخراب الصامت. دي جديدة دي. هو فعلا خراب صامت. ليه؟ لأن كل واحد فيهم نفر من التاني وبدأ يعالج الملل بطريقته. لذلك أكبر مشكلة لعلاج أو أهم عنصر لعلاج الملل الزوجي هو الاشتراك في حل المشكلة. احيانا الزوج ينفرد مع نفسه عايز يعالج الملل الزوجي، يروح يتجوز واحده تانية. عايز يعالج الملل الزوجي او يعرف واحده تانية، او يعرف ما كنت هقول لو الاخلاق تدنت شويه وعدم الخوف من الله بيعرف واحده تانية. ممكن احيانا يلجا الى كثره السهر خارج البيت، يلجا الى الجلوس مع الاصدقاء، يروح يقضي وقت اكبر في العمل. طيب ما هو ده عمره ما هيعالج المشكلة طبعا، لأنه بيهرب. خلاص انشغلت عنه مثلا بأمور تانية. فأصبح الملل الزوجي علاجه هو إن احنا نقف على المشكلة وكل واحد فينا يبتدي يواجه التاني، ويحاولوا يحل. بالضبط. أما مسألة الحلول الحقيقة هي عايزة وقت علشان نقول إزاي نعالج ونحل مسألة ونقولها إن شاء الله بإذن الله. نورتيني يا فاضل الشيخ، بشكر حضرتك. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. انا اتكل النسيان صفه موجوده عند الانسان بس، انما ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش، وكل واحد عمل خير في حياته بيترد له اضعاف، وكل اهل الخير اللي بيسمعونا دلوقتي اكيد عارفين الكلام ده. وعشان كده واحنا بنتكلم في كل مبادرات بنقول ان دول ناس محتاجين، والصدقه ليهم هي طوق النجاه في الدنيا، واجره عظيم جدا، اجر المتصدق كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. خلونا نتكلم عن المبادرات الانسانيه مع فضيله الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعيه البر والتقوى المصريه. فضيله الشيخ السلام عليكم. اهلا. وعليكم السلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. دايما بنقول انه ان احنا اي حاجه بنعملها لوجه الله هي اجرها كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، واللي عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيروحش ابدا. نعم. بالعكس، اللي عند ربنا لينا كتير جدا. نعم. بس احنا نخلص النيه ونتصدق، واحنا بنتصدق لوجه الله. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام. كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى لو اراد البقاء الى ابد الدهر لاحد لكان أولى أن يكون رسول الله بيننا الآن. إنك ميت وإنهم ميتون. كل عمل له بداية ونهاية إلا التجارة مع رب العالمين، بداية ليس لها نهاية، تمتد إلى يوم القيامة
وبعد القيامة، ثم بعد ذلك يقول الله لكل فاعل الخيرات: خلود بلا موت يا أهل الجنة. لذلك لازم نكون حريصين، ونحن بأعمارنا، نحن أمة بين 60 و70، هكذا سئل نوح، طول عمره أكثر من 1000 سنة، فما بالك يا نوح في أمة أعمارها بين 60 و70؟ قال: لو أنا من هذه الأمة لأقمت قبري أمام باب بيتي. بمعنى إيه؟ إن هي مسافة قصيرة أوي في حياتنا، محدودة، ولكن البركة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في عطائها، في صدقاتها، في تقديم الخير منها. الله يضاعفها له، لكل فاعل للخير يكبرها وينميها وينقلها من الحدود في العمر والبركة إلى اللا حدود في يده سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى لكل من يقدم الخير، أقول له في الأول: اعمل الخير وضعه في يد الله، واترك الله تبارك وتعالى ينمي لك الخير ويجعل فيه البركة حتى تفرح به يوم القيامة، حيث لا عدد ولا يوجد أي وقت محدود هناك عند رب العالمين. ما تجربوش مع ربنا سبحانه وتعالى وانت بتطلع الصدقة، يعني ما تقولش انا هطلع الصدقة دي وهستنى بقى اشوف هو انا مالي هيزيد ولا لا، هو انا ربنا هيبعت لي رزق ولا لا، هو انا ربنا هيشيل عني ولا لا. لا، انت تعمل ده بيقين من جواك. لو انت بتتصدق مثلا بنية الشفاء، اعرف ان الشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، هيخفف عليك الالام، هيشيل عنك المرض ايا كان. اللي عند ربنا سبحانه وتعالى ما بيروحش ابدا، بس احنا اللي بنبقى دايما مستعجلين، احنا اللي دايما قاعدين مترقبين ومنتظرين اللي هيحصل نتيجه الصدقه اللي احنا تصدقنا بيها. لا، انت تتصدق لوجه الله وانت قلبك كده مطمن انه ربنا شايلهولك، هيلف الايام وتدور وهتلاقيه موجود في حياتك، هيظهر لك في الوقت اللي ربنا شايفه انه صح ليك. واحنا في ايام مفترجه وايام عظيمه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ممكن يكون في اسر كتير جدا بتدور على اللقمه اللي هتاكلها، اسر كتير جدا ممكن تكون بتدور رمضان هيدخل عليها وهي تفطر ولادها منين، هيبقى عندها اكل ولا مش هيبقى عندها، هتقدر تجيب ده ولا لا، ربنا وحده هو اللي عالم بيهم. يمكن تلاقي كده اقدار ربنا سبحانه وتعالى حاطط سيناريو كده معين، ان ربنا يحطك مثلا انك قاعد دلوقتي بتسمع، فتشوف وتعرف ان في اسر ممكن تكون محتاجة، فربنا يكون قبل دعوتها، فانت تتحرك فتتصدق، فالصدقة تروح لهم، فيبقوا مطمنين جواهم راحة ان هم عندهم لقمة هيقدروا يأكلوها لولادهم، لان الحوجة ربنا ما يكتبها على حد ابدا. يا رب. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انا بدي الحسنة علشان ربنا يشفيني، لكن ممكن افضل انا في المرض لكن ربنا ينجيلي ابني او بنتي، لان هناك نعم كثيرة على العبد من الله تبارك وتعالى، فيجب ان انت حينما تعطي تترك الامر لله تبارك صحيح. وتعالى، ان الله يحب ويختار، هو يعلم متى سبحانه وتعالى امرضك، ويعلم متى سوف يبرئك من مرضك، ومتى يستر عليك سبحانه وتعالى، فافعل الخير واترك منظم الأمر سبحانه وتعالى، هو الذي يقوم بحياتك. أرح نفسك. كيف عرفت ربك يا إمام؟ يقولون للإمام علي: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بنقض العزائم. قالوا: وما نقض العزائم؟ قال: كلما تدبرت أمر وأعددت له العدة وجدته لا يحدث، فعلمت أن لي ربا يدبرني، فأرحت نفسي وأرحت قلبي وتركت الأمر لله. ونعم بالله. خلونا نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. لما سيدنا إبراهيم الخليل ترك زوجته السيدة هاجر وولدها إسماعيل بواد غير ذي زرع، لا زرع ولا ضر ولا حسيس ولا أنيس، السيدة هاجر
قالت لزوجها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ولما اشتد بها وبولدها العطش أخرج الله عز وجل لها ماء زمزم. هل رأيت فرحتها عندما رأت الماء؟ تقدر بإذن الله رب العالمين ترى مثل هذه الفرحة لما تشارك جمعية البر والتقوى في مبادرة حفر 10,000 بئر، ساهم مع جمعية البر والتقوى في حفر بئر تسبب فرحة الناس، واللي هيفرح الناس ربنا هيفرحه. دي الندين ما يعرفش الزعل، اللي يفرح الناس ربنا يفرحه، اللي يستر الناس ربنا يستره، اللي ييسر على الناس أمورهم ييسر الله له أمره. من فرج كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. انت لما بتحفر بير لأناس انت بتنقذهم، ربنا هينقذك وينقذ أولادك، انت تكاد تكون بتحييهم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اسمح لي، أنا خايف عليك، خايف تكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. ذكر من الثلاثة رجل منع فضل ماء عنده، فيوم القيامة ربنا يمنع عنه ماءه ويقول له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. تسقي الناس ربنا يسقيك في الدنيا والآخرة، تروي عطش الناس ربنا يروي عطشك في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده من أبواب الجنة باب الريان، يدخل منه الصائمون ومن سقى العطشان. بادر بالمشاركة مع جمعية البر والتقوى في حفر بئر من 10,000 بئر، مبادرة عظيمة. زكاتك وصدقاتك وصدقتك الجارية مع جمعية البر والتقوى. المية كمان لا تقل أهميتها في حياتنا زي الأكل بالظبط، الاتنين مهمين والاتنين مفيش حد يقدر يعيش من غيرهم. عايز أقول إن الناس أصحاب الخبرات بيكون عندهم قدرة إن هم يبدوا آرائهم في الأمور، بمعنى إن ناس بدأت تشتغل في حفر الآبار وبدأت إن هي تروح للأماكن أكثر احتياج، وبدأت الناس تشرب من المية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي حد يسأل هؤلاء الناس اللي تبرعوا وشافوا بعينهم الآبار، الناس دي بيقولوا لهم الخبرة أو بينقلوا لهم الخبرة أن هناك ثقة في جمعية معينة إحنا بنتعامل معها. إذن يبقى أنا وفرت على هذا المتبرع الخبرة والبحث والحاجات دي كلها. فيأتي واحد يقول له إيه؟ لا، ما تبعت لهمش، وابعت لأي حد فقير يأكل ويشرب. الفقير اللي هيأكل ويشرب في مكان تاني مش ممكن نحن نوصله في الأماكن اللي هي الصعبة قوي دي. طبعا صعبة. لذلك جدا. أنا بقول لإيه؟ يعني أنت وجدت الثقة والخبرة في هذا المكان، فعليك أن تدفع الصدقة إن أنت تحفر بير أو تعمل خير، لأن في فعلا ناس محتاجين شربة المية. ولا تستمع إلى من يقول لك لا، اوعى اوعى حاسب وما تعملش، لان الناس دي بيبقى عندهم نوع من الطاقه السلبيه ان هو يوصل لك وكانه بينصحك. وعايز اقول ان دي فتوى، اللي انت بتعملها دي فتوى، فانت بتحرم هذا الرجل او هذه السيده الفاضله من ان هو ينال هذا الشرف وهذا الخير، ان كان هناك الثقه في جمعيه زي بر التقوى وان هي بتعمل بالفعل الاعمال الطيبات، وانت كمان بتشوف بعينك البير وتشوف الناس وهي بتدعي لك وتشوف العمل قدامك وبتلاقي الموقع والمكان والزمان وكل شيء الناس بتتواصل معاك علشان تطمئنك. فعليك ان انت دلوقتي طالما وصلت الى هذه العلاقه الطيبه في انك بتشاهد الان وبتشوف المواقف والاماكن، فانا بقول لك ثق في هذا الأمر وتوكل على الله، وضع هذه الصدقة في يد الله، واجعل الماء سبيل لك يوم القيامة تشرب من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما نحرمش نفسينا خالص في هذا الشهر الكريم اللي يتبعه شهر رمضان، احنا في أيام فضليات
كريمات من فضل الله تبارك وتعالى، شهر رفع الأعمال، نختم الصفحة بتاعت العام كله بعمل خير، عسى أن ربنا يتقبل منا العام أمين كله يا رب العالمين. أمين يا رب. كرتونة الخير هي مبادرة عظيمة جدا بتقوم بيها جمعية البر والتقوى. كرتونة فيها كل المواد الغذائية اللي أي بيت ممكن يحتاجها. قوافل كتير جدا بتطلع تسافر مناطق بعيدة جدا، دراسة قوية جدا من جمعية البر والتقوى لكل الأسر اللي ممكن تكون محتاجة في مناطق بعيدة جدا احنا كأفراد صعب علينا ان احنا نوصل لها. الكراتين دي بتروح للأسر المحتاجة. أصعب شيء في الدنيا ان يبقى في منطقة جزء من الأسر يروح لها كرتونة والجزء التاني يبقى واقف منتظر وبيدعي من قلبه ان يا رب الكراتين ما تخلصش قبل ما تعدوا علينا وتدونا احنا كمان كرتونة. عشان كده بنقول الأعداد كبيرة جدا يا جماعة، احنا في أشهر ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فيها تصدقوا زي ما انتوا عايزين، وليكوا عندي كتير جدا، واللي عند ربنا زي ما قلنا ومتفقين كتير جدا جدا. لما نشارك في كرتونة الخير أو نساعد ونساهم في أي شيء، في طعام أو أكل أو شرب، ليه أجر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. هتأمنوا أسرة كاملة أسبوع حتى يوم، هتفرق كتير جدا وهتاخدوا عليها أجر وثواب. الأسر دي بتبقى منتظرة الكرتونة دي كأنها هي حياة، النفس اللي بيتنفسوه عشان يطمنوا أنهم في لقمة يقدروا يأكلوا ولادهم بيها. يمكن قوافل كتير جدا على مدار الأسبوع بتطلع من جمعية البر والتقوى. كل الكراتين اللي احنا شايفينها قدامنا دي بفضل مساهمة حضراتكم ومشاركتكم في أعمال الخير مع جمعية البر والتقوى. عايز أقول إن طبيعة المصري دايما كريم، حتى وإن كان فقير، حتى وإن كان محتاج، وخبطتي عليه يفتح الباب ويأكلك حتى لو كانت حتة جبنة قديمة طبعا وحتة عيش ناشفة. فاحنا مش عايزين نحرم أي حد من إن هو نخبط عليه في أي وقت، حتى وإن كان فقيرا محتاجا، من إن احنا نفتح عليه بفتوح إن احنا نقدم له الأكل، نقدم له الطعام، نقدم له الشراب. احنا مش عايزين نبخل، وعايزين نقول إن طعامنا اللي احنا بنحتاجه قوي مش السفرة كلها، لكن هو الطبق اللي احنا بناكله هو المهم. صحيح. ودايما المبادرة اللي انا بتكلم فيها ان احنا بإذن الله رب العالمين هنقعد على اي ترابيزة سفرة فيها كرسي او كرسيين زيادة، نخرج هؤلاء، يعني انا لو عندي 2 زيادة في العيلة هخرج 30 يوم ب30 فطار وعشاء، اجمع المبلغ دوت واخرجه لهؤلاء الناس اللي هيوصل لهم الافطار بإذن الله تبارك وتعالى بجانب الكرتونة في مطبخ الخير من فضل الله. صحيح. اللي موجود على طول معنا في شهر رمضان، بقى اللي يشارك ويبقى قاعد مطمن. نعم. وهو في وسط ولاده وبيته وهو عارف ان هو ساهم او شارك في اطعام ناس تانية. نورتني يا فضلت الشيخ. الله بشكر حضرتك واشوفك على خير. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم اشوف حضراتكم بكرة على خير ان شاء الله. سلام عليكم. انا لما قلت يا رب كل أحوالي أنا